القضية اللي اليوم أريد أشير إليها هي موضوع التعاون والشعور بالمسؤولية، وراح أنطلق من فد مداخلة الباحة شفتها من أحد الأشخاص، هسه ما أدري إن كان مواطن أو منتسب، يتحدث يقول شوف يا وزير الداخلية ذولي سلك الشرطة كذا كذا كذا، الألفاظ النابية والصفات السيئة يطلقها على الشرطة ويقول بكل أصنافها. يقول أدري كثير ما راح يعجبهم هذا كلامي، ثم بعدين يقول وكل تفجيرات بغداد كلها من بسبب تكاسل وغباء وخيانة هؤلاء. أريد لي واحد يرد عليه ماكو، ليش؟ أكو واحد يعلق عليه ماكو. هذا الحالة اللي عد الكثير للأسف، ماكو فد شعور بالمسؤولية. القضية بس يباوع أنه تمسها هاي لو ما تمسها، هي هاي مست الكل، تمس كل إنسان هذا عراقي شريف غيور وطني. هل هو في الحقيقة سلك الشرطة هكذا؟ لعد هاي التضحيات والشهداء أكثر من 20,000 شهيد إحنا مقدمين وراء 2003 ولحد الآن، وهاي أمثال تشوفون معاقين وبتر أعضاء وتضحيات، غير العشرات الآلاف من الجرحى. هؤلاء إخوانكم اللي واقفين بالمرور ليل نهار بالشارع تباوع بس هاي السلبيات الموجودة ببعض الدوائر والمكاتب. نعم بها عرقلة بها فساد، وهي أسوة بدوائر الدولة ومؤسسات الدولة بل في المجتمع عندنا. وأكو واحد ما يشكي الآن من الفساد ما موجود بالمجتمع كل مكان؟ أو أنه يتحدث عن هذه التفجيرات يقولها كلها بسبب هؤلاء؟ هذا الآن التصدي للإرهاب، انخفاض معدلات الجريمة، انخفاض الإرهاب، الأمان اللي تنعم مدينتنا بغداد الحبيبة، محافظاتنا، وهكذا بالنسبة حتى الدوائر الخدمية. اليوم الجوازات من تشتغل شفتين، ما يتأخر الجواز أحياناً حسب هذا الدائرة، حسب إحساسه وشعور بمسؤولية هذا القاعد بالدائرة الجواز، إن كان موظف أو ضابط أو منتسب، أحياناً ب 24 ساعة يصدر جواز، وأحياناً تتأخر. أكو من يعرقل، أكو من فاسد، موجود هاي الدولة والمجتمع بيه كل شيء من الناس. بس نجي نعمم ونقول أنه مسلك الشرطة هيك ناس كذا وكذا وكذا، روحوا طالعوها. أنا يعني يزعجني بأنه ما حد يرد على هذا التعليق وكأنه ما يهمنا. فهي كيف تدفع الآخرين بأنه يهتم بواجبه ويؤدي واجبه؟ لابد أن يكون شعور بالمسؤولية والتعاون اللي يتحدث عنه، التعاون على البر والتقوى، مو التعاون على أساس أنه إذا تهمني الشغلة أجي أتعاون ويا المقابل، تمسني شخصيا مصلحة ما أدري مشكلة تحلي، شوفون يتداخلون البعض. يعني قضية مثلا إعادة الهاربين المفصولين، تعالوا شوفوا 70% من التعليقات على صفحتي على هذا الموضوع. ليش؟ لأنه الكثير تمس شغلته هو. أنا طبعا عندي حديث مفصل عن هذا الموضوع راح أتحدث عنه وأبين أسبابه، لكن ليش هاي ما تهزكم؟ وأنتم كلكم أنتم اللي داخلون بهاي القضية تمسكم هاي، من دي يمس الداخلية والشرطة وينعتكم بتلك النعوت والصفات السيئة، ليش ما تردون عليه؟ لو ما تهمكم هاي الكلمة، بس تهمك انه انت ترجع للوظيفه على مود تعيش. ليش شنو وزاره الداخليه رعايه اجتماعيه؟ وزاره الداخليه وسلك الشرطه وتشكيلات الوزاره هي من اجل ان تصنع امن للناس، من اجل ان تدافع عن الناس، مو مكان حتى واحد وجد فرصه عمل وحتى يامن معاشه. وزاره الداخليه عندها مسؤوليه تمتاز عن باقي الدوائر والوزارات والمؤسسات الاخرى، ان واجبها أن تحفظ أمن الناس، ممتلكاتهم، أرواحهم، دمائهم، هاي واجب وزارة الداخلية. واجب وزارة الداخلية يجي يخدم بالوزارة يموت من أجل أن يحيا الآخرون، يضحي حتى الناس تنعم بالأمن، هاي واجب وزارة الداخلية، وواجب من ينتمي إلى وزارة الداخلية. فيا أخواني يا أخواتي، خلي يكون عندنا شعور بالمسؤولية، نتعاون، مو القضية فقط الآن إن شاء الله ست راح أقابلكم واللي تنجز إن شاء الله شغلته تنجز، لكن إحنا لازم نكون نتعاون نغير واقعنا حتى لا تكون هكذا معاناة. لو كان اكو تعاون شعور بالمسؤولية، والله هسه انا اقول لكم واحد واحد راح تجون اشوفكم 70% ما تحتاجون تشوفوني. لو الناس كلها تشتغل بالشكل الصحيح وبشعور مسؤولية، كلكم اللي انتوا اذا بالداخلية بالتأكيد مرتبطين بوكالات ومديريات وقيادات، والكثير من شغلاتكم هي ضمن صلاحيات مدراءكم، ما يحتاج وزير. أنا ما أقدر أذب كل اللوم على الوكيل أو المدير العام أو هي منظومة، وأنا أتحدث سابقا عنها. هذا عدم الشعور بالمسؤولية وعدم الإخلاص عند البعض للأسف
قانون هم يعني وضعنا خو مو مثل سابقا النظام السابق نظام دكتاتور شو كل شيء يجي ويعدم وكذا. أنا اكثر ما نقدر هو اكو قوانين نطبقها ان كان قانون عقوبات او قانون اصول محاكمات الجزاء، اكثر من هذا ما نقدر نسوي للمسيء بصراحه، ان كان فاسد او ان كان معرقل اللي ما يمشي شغلاتكم في عمليه يراد لها اصلاح وتغيير، وهذا ماشيين احنا بيه يتطلب وقت بس يراد تعاون. اهم شيء اليوم من المفروض انه اللي يقضى حاجته المفروض يتحدث عنها حتى يشجع هذه اليوم الاجراءات اللي تقوم بها الوزاره. بنفس الوقت من يشوف حاله سلبيه من منطلق كما قلت الشعور بالمسؤوليه يتصدى لها يحكي بيها، مو ما تعني كانه لان القضيه ما تعني اذا ما لي علاقه بها. هذا القضيه جدا مهمه وهي السبب الاساس كما قلت اليوم هذه المعاناه ومستمره هذه المعاناه.